السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنخش على الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة. بس قبل ما نبدأ المحاضرة دي، كنت عايز أفرج حضراتكم بس على حاجة. لو حضراتكم شايفينه قدامكم ده، أولا ده موقع اسمه كاسبرسكي. موقع كاسبرسكي ده وظيفته إن هو يورينا الهجمات اللي بتدور في بعض الدول، تمام؟ طيب، في مثلا هجمات بدأت تظهر عندنا هنا، وطبعا هو بيعمل اناليسز ريل تايم، فاحنا ممكن حاجة زي كده مثلا. فهل حضرتك والله الهجمات اللي بتحصل في المكان ده دي بالأرقام، بتقف عند كل واحدة وبيبدأ يقول لك ده open access scan بيحصل، open domain scan بيحصل، ميل انتي فايروسنج حصلت، ويب انتي فايروسنج موجود، انتروجن ديتكشن سكان بيحصل، فيلنربيليتي سكان بيحصل عن طريق طبعا كاسبرسكي انتي سبامينج، في بوت لينك اكتيفيت ديتكشن، هل حدد اي حاجه بوت نت، في رانسوم وير وخلافه بيدور حوالين العالم كله، هو بيعمل لك سكان ليه. خلي بالك حضرتك ان مش ده بس كده، ده هو اساسا في كذا ريل تايم سايبر سيت زي كده بيحصل. احنا لو كتبنا ريل تايم ثريد ماب او اتاك او سايبر اتاك ماب، طبعا هو كاسبرسكي انا بحب استخدم الماب بتاعتهم لان هي بتبقى دقيقه جدا، لكن في غيرها من البابس زي مثلا الفري اي بايد سايبر، هي ظريفه جدا. فاير اي، انا اسف، سايبر برضه ظريفه جدا في الحته دي. احنا بس بيلوت يعني هو دايما المواقع دي للأسف، لأن إحنا أنا هو في مصر ما عندناش دايركت أكسس عليها، فا تيك تايم دايما. بس بحاول أكونكت بوست بوك بحيث إن هو يبقى أسرع شوية. بيوريك برضو هنا اهو بعض الاتاكس اللي بتحصل حاليا في اللوكال تايم والاتاك ديت بالظبط بتاعها. مش بس كده، في حاجات برضو زي امبريفيا برضو بيعمل نفس الموضوع، بيروح حضرتك اللايف ستريت ماب. خلي بال حضرتك ان في مهندسين كتير بيستخدموا اللايف ستريت مابس دي وهم شغالين، يعني هو بيبقى عايز يعرف الاتاك اوريجينال بيبدأ منين، التارجتس المستهدفة حاليا، حتى الديدوس اتاكس بتطلع نسبة 16% من الاتاكينج اللي بيحصل. هيروح حضرتك في مابس زي دي كتير جدا، في ناس كتير جدا شغاله في مجال السايبر سكيورتي بتحب ان هي تبص عليها ديلي. طبعا برضو ممكن نشوف الديدوس سايبر اتاك ماب اللي طبعا خاصه بالديسبيوت سوري بالديسبيوت دينايل سيرفيس اتاك، حاجه زي كده. ده كان بيحصل هجمات ديدوس على مدار اليوم النهارده، كم هجمة حصلت وازاي بتحصل، والنقطة دي كلها تقدر برضو حضرتك انك ايه تتابعها. انا بس حبيت ثانية واحدة، هو بيوريك ايه الحجم بتاع الحاجة، اخبارها ايه، الاتاكس اللي بتحصل عاملة ازاي. انا بس حبيت بس ان انا اوريك الدنيا عاملة ازاي. كمان انت ممكن تداونلود تريت ريبورت، ممكن تداونلود الريبورت بتاعهم لو انت عايز، تمام وخلافه. طيب نرجع للمحاضرة بتاعتنا. المحاضرة بتاعتنا الجزء الثاني فيها تحت عنوان Threat Defense Information Security Development Trends. منتظر ندرس ايه في البارت الثاني، نشوف ال previous course has indicated طبعا some basic concepts و knowledge. الفترة اللي فاتت دي احنا اتكلمنا عن Information Security وال common attack types، وسألنا أسئلة زي what measure should we take to ensure enterprise information security. ده السؤال الأهم، إيه الحاجات اللي إحنا حاليا نتبعها علشان نقدر نسكيور نفسنا، تمام؟ وبالأخص
خد بال حضرتك ان انت يعني ممكن تكون شغال في شركه او في جامعه، فبديهي ان اكتر من 80% من الموظفين الموجودين في المكان لا يفقهوا شيء عن اللي احنا بنقول ده اصلا. يعني الموضوع بالنسبه لهم مفيش، يعني هما بيسمعوا عن الموضوع على السوشيال ميديا، لكن ايه الموضوع الله اعلم. تمام، طيب عايزين نتكلم في ايه؟ هندسكرايب البيزك ايمز اوف سكيورتي ثريتس ديفنس، وهنشوف الامبورتنس اوف الانفورميشن سكيورتي اويرنس، انك تعمل ندوات. وده على فكره بس فكره في شركات كتيره جدا بيجيبوا ناس متخصصه في مجال السايبر سكيورتي تعمل ندوه في الشركه، وبيجبروا كل المصريين في الشركه ان هم يحضروها عشان خاطر يتكلموا عن السايبر سكيورتي وازاي يبروتكتوا نفسهم، وايه الفيتشر ديفلوبمنت ترندز الموجوده حاليا في المجال ده. طيب وبعد حضرتك ان انا عندي ثلاثه انتر كونكتد اليمنتس موجودين: سكيورتي اوبن ومينتيننس ومانجمنت، وسكيورتي برودكت اند تكنولوجي وبيبل. طب السكيورتي مانجمنت خلاص ماشي ادركناها، لازم ان انا هشوف الدنيا عندي ماشيه ازاي كانتربرايز، هبدا ان انا احط عندي بلان بي للدنيا، هشوف السكيورتي برودكتس والتكنولوجيز اللي موجوده ايه، احدث الاجهزه اللي انا ممكن اامن بيها نفسي، والبرودكتس والتكنولوجيات الموجوده اقدر امن بيها نفسي، والابديتس الاخيره اللي موجوده. المشكله في ده بيبل، دائما وابدا اضعف حلقه في اقوى نظام امني هو البشر. ليه؟ مع كامل احترامي، الراجل البسيط الجميل اللي شغال اوفيس بوي ومعاه موبايل، فطلب من حد في الشركة والنبي دخلني على الواي فاي، تفتكر هذا العامل يفقه شيء في مجال السايبر سيكيورتي؟ دي نقطة ضعف أنا ممكن أخش منها على شبكة نتورك بتاعت الشركة. المحاسبين في البنوك، عمال النظافة في البنوك، بتوع الأمن اللي بيفضلوا سهرانين في البنك، فأوتوماتيك هو عايز يظبط موبايله أو يربط موبايله بالواي فاي بتاع البنك عشان هو قاعد سهران بقى عشان يأمن البنك نفسه. قيس على كده كل النقط الضعف اللي وارد تكون موجودة. أبسط شيء، وده حصل على فكرة في مكان قبل كده، شخص قريب لموظف في البنك جاله البنك عشان يعمل له حاجة في الحساب بتاعه، فراح مدخله على الواي فاي. دي كارثة مش ثغرة أمنية، لأن إيه؟ أنت كده رشقتنا كلنا. تمام؟ طب إيه تاني؟ لما بتكلم عن السكيورتي برودكتس والتكنولوجي بقصد بيها إيه؟ نتورك سكيورتي زي الفاير وول، الانترنت بريفنت سيستمز والديتكت سيستمز، الانتي دي دوس، السيستم سكيورتي زي السيرفر سكيورتي والهوست سكيورتي، الاند بوينت سكيورتي زي السكيورتي اكسس والايدنتيتي اوثنتيكيشن، الابلكيشن سكيورتي زي الانتي فايروسز، الفيرنربيليتي سكاننج، والبنتريشن تيستينج. تمام، طب ال او ام مانجمنت اقصد بيها هو السكيورتي اوبريشنز، الامرجنسي ريسبوند، والديزاير ريكفري، السكيورتي اويرنس، ان انا ابدا افهم الناس كويس عندي يعني ايه سكيورتي ويعني ايه سوشيال انجينيرنج. تعال نمسك واحده واحده فيهم بالتفصيل. اول حاجه السكيورتي برودكت والتكنولوجي، قسمتها عندي على اربع كريتيريا. ايه هم الاربع كريتيريا؟ قال حضرتك اول كريتيريا عندي وهي النتورك سكيورتي، ان انا اهم شبكه نتورك عندي فاير وولز انتي ديدوس وخلافه. تاني كريتيريا هي السيستم سيكيورتي، ان انا سكيور السيستمز عندي، اتاكد من الديبجز، اتاكد من فيلنربيليتيز، اتاكد من الباك دورز، يبقى عندي سوفت ويرز بيت مش كراكت. الاند بوينت سيكيورتي، اعرف كويس مين داخل عندي على الشبكه ومين لا، ومين داخل على الاجهزه ومين لا، مين مصرح ليه يخش على ايه بالظبط. ابلكيشن سيكيورتي زي الانتي فايروس، او ان انا يبقى عندي الباكج كامله مثلا بتاعت كاسبرسكي اللي فيها فيلنربيليتي سكاننج تول تقدر تعمل سكان للفيلنربيليتيز، بنتريشن تيستنج. يعني ايه بنتريشن تيستنج؟ ايه القصه؟ هل حضرتك الشركات الانتربرايز الكبيره بتروح عامله حركه كده، بتروح تجيب حد اسمه وايت هات هاكر وتعمل معاه عقد. العقد ده غالبا بيبقى حاجه من اتنين، يا حاجه اسمها بلاك بوكس ديل، يا حاجة اسمها هيلبر ديل.
الهيلبر ديل ده انا هعمل معاك عقد انك تهاك السيستم عندي، بس هساعدك بشوية معلومات تساعدك في العملية بتاعتك، وطالب منك ان انت في الاخر تجيب لي ريبورت بالصفات اللي عندي وتعالجها لي. ادي اول حاجة. تاني حاجة البلاك بوكس ديل. ايه بقى البلاك بوكس ديل؟ قال حاجة البلاك بوكس ديل ده انا هعمل معاك عقد، بس انا لا هسمح لك تخش الشركه وهشدد نظام المراقبه عندي وما هديكش اي معلومات عن الشركه، وهبلغ كل العاملين في الشركه ان انت الهاكر اللي جاي يعمل تيست الشركه، هقفلها عليك من الاخر. عرفت تخترقني يبقى انا كده عندي كارثه في السيستم اللي هي دي بقى. تمام. طيب الاون ام اند مانجمنت اللي هو ايه؟ السكيورتي اوبريشنز والامرجنسي ريسبوند. لازم اشوف عندي العمليه كلها جنرال دايره قدامي، اتاكد ان انا حصل عندي اي مشاكل هيحصل لي ريسبوند، وهيحصل اوتوميتد ريكفري سيستم اول ما يحصل له فيلير. طب السكيورتي اويرنس زي ما اتفقت معاك، لازم افهم الناس كويس كل الموظفين اللي عندي في الشركه ازاي سكيور نفسهم، ولازم افهمهم خطوره السوشيال انجينيرنج عشان الناس فاكرة ان الموضوع هزار، وبلاقي بعض الانفلونسرز على بعض مواقع السوشيال ميديا بيتريقوا على الموضوع. حضرتك السوشيال انجينيرنج انت ما انتش متخيل يعني ايه. فكرة ان انا في شخص عنده ملف على جهازه بالكامل في كل البيانات بتاعتك، انت مش متخيل هو ممكن يعمل معاك ايه. وما تقولش اصل انا لو ما غلطتش او لو انا فاهم كويس سكيورتي إيه فمش هيعرف يهكرني. لو هاكر عايز يجيبك هيجيبك ازاي؟ عنده ألف طريقة والتانية، إلا في حالة واحدة بس، إن أنت هاكر زي بس، أو إن أنت بقى مهندس إيه سايبر سيكيورتي شاطر مش هاكر. هو صح الاتنين واحد مع بعض، هنا هيبقى مش عارف يجيبك أو مش عارف يجيبك. إيه في مثلا كده مصري بيقول لك يعني مبلوع عم ما يرولش، يعني ايه؟ يعني لو انتوا الاثنين فاهمين كويس كل الالعاب مش هتعرفوا تضحكوا على بعض. حلو. لكن اعرف ان دائما في مشكله ممكن هاكر يستغلها، ودايما حط في دماغك لو كان الموضوع مش كده ما كانش حد زي ايلون ماسك اونر في تسلا عربيته حد عارف يعملها هيك، لو موضوع ساذج او كده. تمام. وعشان اصدم حضرتك، هم عملوا تجربة في الصين وشافوا ان 24%، على فكرة دي الاحصاء، دي الاسئلة اللي سألوها ودي الاحصاء بجد اللي قدروا يجمعوها، ان 24.1% من الناس بتستخدم يونيك باسوردز، و61% من اللي جاوبوا على الاسئلة دي كانوا بيستخدموا ديفرنت باسوردز. لكن الكارثة ان 13.4% يعني حوالي 14% بيستخدموا نفس الباسورد لكل الاكونتات، ودي نسبة على فكرة مش قليلة خالص. مش بس كده، كارثة البابليك واي فاي. بصراحة كلنا بنعمل حركة قمة في الغباء، نروح نقعد في أي كافيه أو في أي مكان، هو في واي فاي هنا؟ يقول لك اه. طب ما تديني يا عم الباسورد، او تروح تقعد في مول اصلا مش حاطط باسورد على الواي فاي. عارف ان المشكله في ايه؟ في حاجه اسمها باينبل واي فاي. ده ايه؟ انا عارف ان عبد الرحمن بيحب يروح يقعد في ستاربكس، فرحت انا قعدت في ستاربكس اللي عبد الرحمن بيقعد فيه، وعرفت ان الواي فاي اسمه ستاربكس دوت كوم. وانا قاعد في ظهر عبد الرحمن في الكافيه، عرفت ان عبد الرحمن اول ما بيخش موبايله او اللابتوب او وات ايفر ايه الجهاز اللي معاه بيضغط اوتوماتيك الواي فاي. انا عامل ايه؟ عبد الرحمن راح الجامعه بتاعته، رحت انا رايح عنده الجامعه وجايب راوتر ومسميه ستاربكس دوت كوم. فاول ما تليفون عبد الرحمن لقى ان شبكه الواي فاي ده اقوى وده الواي فاي اللي هو عارفه، راح داخل عليه. شكرا انت معايا.
بكل بساطة ايه؟ على فكرة اللي انا قلته ده اتاك حقيقي، يعني لان حضرتك الاس اس اي دي اللي هو الاسم بتاع الراوتر، ما ان شاء الله اعمل مليون راوتر بنفس الاسم. ومشكلة جهازك اصل الراوتر ملوش اي بي ثابت، الراوتر بيسحب اي بي من الدي اتش سي بي، فده حاجة متغيرة، فجهازك هيشبك على الاسم مش بيشبك على الاي بي ادرس، فشيء طبيعي ان الاسم يتكرر، او ان حضرتك تشبك على واي فاي في مكان انت مش عارفه. في جامعتي الطلبة حبوا يعملوا تجربة، احنا عندنا في مول في الجامعة، راحوا عاملين ايه؟ جايبين جهاز واي فاي اوكي، ومسمينه باسم جنرال، وحاطينه في المول وعملوه فري اوبن، وحطوا له وصله ما تغذيش غير 2 ميجا بايت، حاجه زي كده، حاجه تافهه قوي، عشان بس لما حد يكونكت عليه يلاقي ان هو في نت فعلا، وحبوا يشوفوا كام شخص هيكونكت عليه. لما حسبوا ان المول بيقعد فيهم في متوسط 1000 بني ادم، فلقوا ان على الاقل 420 واحد حاول يعمل كونكت بالواي فاي اصلا، ده غير الناس اللي فاكره نفسها سمارت وبتخلي الموبايل بتاعها الواي فاي بتاعه شغال، وبتديله الامر انه لما يلاقي اوبن واي فاي يكونكت عليه. ده من ضمن الكوارث. إيه عشان تشوف بس الكارثة بتاعت الواي فاي ان بابليك بليسز، في مكان ما في الصين earlier lead access to public Wi-Fi incurs an economic loss، عمل كارثة اقتصادية قدرت ب 5 بليون سيان صيني، لأن في ناس قدرت عن طريق البابليك واي فاي تسرق فلوس من الاي بانك وتسرق اونلاين اكونتس موجودة. طب تعالى بقى نشوف بقى ايه، هل الكلام ده حادثة كده ظريفة؟ لا، تعالى بقى عند حضرتك، هاكر قدر يسرق 34,000 سيان صيني from person who steal the neighbor's Wi-Fi، سرق الواي فاي بتاع الجيران، وعرف ياخد الحاجة وعرف يكونكت عليهم، وقدر يسحب منهم حوالي 34,000 سيان صيني. هل كده بس؟ طب ده يعني ناس غلابة في شقة. لا، تعالى بقى الماكدونالدز، financial scheme using McDonald's Wi-Fi cost user 2000 سيان. حد كان عامل كونكت على الواي فاي بتاع ماكدونالدز، فعرف ان هو يدفعه 2000 سيان صيني، ده طبعا غير الفيشنج واي فاي الموجود في الاتوبيسات اللي بره مصر، ويمكن تقريبا موجودة عندكم كمان في الدول العربية، غير السوفيكاتنج زي الاونلاين جيم بيرشيز accomplish over a number of years stolen by hackers. الاجريفنج زي those who intend to save money may be at risk due to weak security. الناس اللي هي بتحاول تسيف فلوسها فممكن تكون عندها weak security. We a harmful hacker routing succeed in obtaining user passwords and information. كل ده كوارث ممكن تحصل من الواي فاي public place. سوشيال انجينيرنج، الموضوع مش وليد اللحظة خالص، الموضوع من سنة 1960 والناس بتعمل سوشيال انجينيرنج. اوكي، ليه؟ لأن الناس بكل بساطة فاكرة إن هو لما يوصل لبياناتي فهي مش مشكلة. مشكلة ازاي؟ أنت متخيل إن أنت حياتك في شخص آخر مراقبها؟ في تول على لينكس اسمها مالتيجو، تعمل ايه التول دي؟ التول دي بتدخلني بكتب عليها ايميل لحضرتك، بيجيب لي كل الايميلات اللي على كل المواقع وكل الكونكشنز بتاعت الايميلات دي اللي تتبع للايميل ده او تتبع للشخص ده بالاسم. ده سوشيال انجينيرنج. حضرتك مش قادر تفهم ان انا لما اتحصل على بياناتك انا هعمل لك كوارث، تمام؟
لان الموضوع مش سهل. خلي بال حضرتك ان الهاكر بيحب يجمع البيانات دي عشان لو قابلك فيس تو فيس يعرف يلعبك. علم نفس، تمام؟ وفي ناس وظيفتها في اماكن عسكريه انها تعمل سوشيال انجينيرنج عشان خاطر لما يعرفوا يقبضوا على المجرم، المجرم يعرف ان الناس دي عارفه عنده كل حاجه. الموضوع فكره مش حاجه هينه خالص. يعني في ناس كتيره جدا، ودي للاسف كارثه منطلقه على السوشيال ميديا، ان السوشيال انجينيرنج ده يا عم هيعمل ايه يعني بالمعلومات بتاعتي؟ مش متخيل ممكن يعمل بيها ايه؟ تخيل هي دي غالية قد ايه؟ مش بس تبقى عارف. أبسط حاجة أرقام التليفونات بتتباع ما بين الشركات، حلو؟ بمبالغ حضرتك، وخصوصا لما يبقى معروف مين صاحب رقم التليفون ده. زي أبسط حاجة شركات الإنشورنس، شركات التأمين، بيبقى عندها قاعدة بيانات بتتباع بألوفات عشان بيبقى فيها رقم التليفون ومين صاحب رقم التليفون ده. فده بالنسبة لي عميل ممكن أكلمه وأحاول أوصل معاه الديل. بس بلاش أبسط حاجة، بيانات المرضى في المستشفيات. حضرتك داتا بيز لمستشفى لو إحنا حبينا نبيعها مش هتجيب بأي حال من الأحوال أقل من 4 6 مليون جنيه. الأرقام ده فكرة حقيقية، الأرقام دي أنا بسمعها في ديلز بتحصل. حابب يوريك تجربة صغيرة. الاسم كارد بتاعتك، شريحة التليفون بتاعتك، عارف لو وقعت في إيد هاكر هيعرف يطلع منها إيه؟ تعالى بقى نشوف. طبعا رقم تليفونك ده شيء بديهي. بعد كده obtain النيم اوف ذا كريدت كارد اونر، عارف يجيب اسمك بالكامل او ممكن يستغل اسمك ده في حاجه، لان نمره التليفون دي اكيد متخزنه عند باقي الناس. وطبعا في برامج بتاعت تغير سبق الصوت، تمام. login for the online services center of the SIM card obtain the first four and the last four digit of the card owned by the ID number. ويقدر بعد كده الهاكر can guess and remain a digital based on first date and the area. عارف يجيب رقم بطاقتك، وده حاجة مهمة جدا. الويب براوزر هيستوري، الويب براوزر هيستوري بتاعك بالكامل بما فيه انت كنت بتعمل ايه على مواقع السوشيال ميديا وعلى المواقع عامة، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لي. البيرسونال انفورميشن كلها بتاعتك، ويا سلام لو انت مربط الحاجات برقم تليفونك. ده غير طبعا العلاقات كلها الشخصية بتاعتك، انا اقدر اوصلها عن طريق شريحة التليفون دي، واقدر اعرف سجل المكالمات لو انا قدرت اطبع بطاقة مزورة باسم وبرقم تليفون حضرتك. فاقدر اطلع على اي فرع او اكلم خدمة العملاء واديهم البيانات دي واعرف سجل المكالمات. ده كل ده مش من حاجة ذات قيمة، ده احنا بنتكلم على الشريحة. ده بقى لو مع التليفون نفسه. الموضوع على فكرة حضرتك بيكمل معاك في الفوسترينج للسكيورتي اويرنس. لازم افهم كويس قوي كل الناس يعني ايه سكيورتي ومدى خطورة الموضوع، وان الموضوع مش تهريج. انت ممكن ما تتأثرش، بس ابسط حاجة زمان ايام ويندوز 7 كان في فيروس منتشر كده قوي، وعلى فكرة كان بينزل حتى على الويندوز. الفيروس ده هو كان تول بتخلق لي فيروس، فايل فيروس، لو انا حطيته عند اي شخص في اي جهاز بتاع اي بني ادم بقدر اخد اكسس على حاجات معينه منها الكاميرا والمايك. انت مش هتتاثر، انك ممكن تكون متزوج او عندك والدتك او عندك اختك في البيت، عندك مراتك في البيت، عندك بنتك في البيت، دولت هيتضروا وضرر كارثي من فكره ان انا فاتح مايك بسمع منه اللي بيتقال في البيت عندك وفاتح كاميرا انت مش واخد بالك منها. دي حاجه بسيطه جدا. او عملت نفسي شركه اي حاجه ورحت باعت رساله ليك على الموبايل، مبروك كسبت كذا كذا كذا، وخش على اللينك الفلاني. انت داخل انت مش فاهم ايه مدى خطورة انك تخش على اللينك،
دخلت لقيته فاتح لك لينك موقع ما عجبكش رحت قافله، بس انا قدرت اوصل للبيانات بتاعتك وانزل عندك فيروس على الجهاز. كل ده لو انت ما انتش فاهم انت بتعمل ايه كارثي. حابب يوري لحضرتك دايره فيها ال10 سكيورتي تكنولوجيز، هناخدهم واحده واحده بالتفصيل. بنتكلم في اول واحده على الكلاود ورك لود بروتكشن بلاتفورم. الفكره كلها ان انا عايز ابروتكت الكلاود. حضرتك العمليه دلوقتي كلها ما ماشيه على فكره الكلاود اساسا، الحوسبه السحابيه يعني. وبقى حضرتك ان كمان دلوقتي الترند الجديد او الاتجاه الجديد الايدج كومبيوتنج، وده ان انا استخدم قوه السيرفرات وانا قاعد في البيت عن طريق النتورك، وهي برضو داخل فيها الكلاود. طب ايه تاني؟ الريموت براوزنج تكنولوجي ذات ايزوليت ذا ويب بيج براوزنج سيشن فروم اند بوينت، فور اكزامبل تمبرست واي تو ادابت جرافيكال لوجن تو ذا ريموت لوج into the host to the browser web page due to isolating of the web page by graphical login. يعني ايه الكلام ده؟ مش دلوقتي في مواقع كتير زي مثلا فيسبوك، الاول ما انت تفتح اللابتوب اول حاجه بيطلعها لك ايه؟ يوزر نيم والباسورد، صح؟ جوجل نفس القصه، ياهو نفس القصه، تمام؟ اليوزر نيم والباسورد دولت انت اعمل اللي انت عايز تعمله في البيج دي، هي ايزوليتد عن الموقع نفسه، ملهاش غير صلاحية واحدة بس، إنها تبعت ريكوست لنظام سكيورتي معين شهير أوي في عالم النتورك هنبقى نتكلم عنه بس قدام شوية. تقول له هو اليوزر نيم والباسورد ده صح؟ يقول لها اه، فتبدأ تنقلك من الجرافيك لوجن بيج دي للموقع نفسه، لكن هي ما بتأكسسكش على الموقع أساسا. إيه تاني؟ الديسبشن يعني ايه؟ A number of fake servers are deployed in an enterprise to decode or mislead the attacks to incorrectly judge the internal network topology. يعني ايه الكلام ده؟ بخدع الهاكر. بتكلم جد على فكره. بحط سيرفرات فيك وهميه، هو مش فاهم هو عايز يهكر ايه عشان يوصل منه لايه. يعني مثلا يهكر سيرفر يفاجئ ان هو وصل للا شيء، ويا سلام لو انا كمان حاطط له بيانات كلها فيك، هو فاكر ان هو وصل لحاجه وعمال بقى يدور وبتاع وهو ولا هو في البعد الموازي اساسا. يعني ايه تاني؟ الاند بوينت ديتكشن وريسبونس زي الانتي فايروس سوفت ويرز اللي بفضل احطها عشان خاطر ابدا اتابع الدنيا عندي، ده بالنسبه لي اند بوينت، لو حصل عندي اي خطر هي تديني الارم وايه وابدا اتعامل مع الخطر ده. نتورك ترافيك اناليسيس زي ما شرحنا قبل كده ان انا تحليل الترافيك عندي بيساعدني في حاجات كتيره جدا، تمام؟ مهما يكن بقى بيساعدني في البلاننج وبيساعدني في المينتيننس وبيساعدني في ان انا اعرف لو عندي مشكله في الشبكه في كذا حاجه بيقدر يساعدني فيها. ايه تاني؟ المانج ديتكت والريسبونس يعني ايه؟ الموضوع هو حتى بيقول لك هو respond is a babysitter. الموضوع عامل زي babysitter، هو حاجة قاعدة بتراقب الدنيا عندي 24/7، ما بتفصلش، بتراقب الشبكة 24 ساعة، فلو حصل حاجة تديتكت وتبدأ ترسبوند عندي وتبدأ تبلغ وتبدأ تتعامل كمان، تمام؟ بعد كده عندي حاجة اسمها مايكرو سيجمنت سيجمنتيشن. اسف، يعني ايه مايكرو سيجمنتيشن؟ مايكرو سيجمنتيشن here does not refer to the isolation between السيرفرز. الموضوع مش ان انا افصل السيرفرات عن بعضها، لا، اللي هي in traditional equipment room، لا، هي عشان الكلمه دي مشهوره شويه، مش بس افهمكم جاب منين الجمله دي، الكلمه دي مشهوره شويه ان انا بفصل السيرفرات عن بعضها في غرفه السيرفرات نفسها، او ما تقصدش كده، لا، هو يقصد ان انا اعمل isolation ما بين الابلكيشنز نفسها، تمام؟ ايه في عصر الكلاود instead of the host or applications that provide services are usually perceived by the user isolation is therefore evolved from a server level to the application level. انا بفصل الدنيا عن بعضها كابلكيشن نفسه كابلكيشن وكسيرفر، مش بفصل السيرفرز عن بعضها،
اوف سيرفرز على بعضها، هو ده مايكرو سيجمنت بيحصل حاجه فيزيكال في اوضه السيرفرات نفسها. دي حاجه، الحاجه اللي هو بيقصدها هنا هو ان هو يعمل مايكرو سيجمنتيشن يفصل الابلكيشن والسيرفر ليفل عن بعضهم. فلو حصل دامج في الابلكيشن ما ياثرش على السيرفر، وعكس صحيح. ايه كمان؟ إيه بنتكلم على الكلاود اكسس سكيورتي بريكرز زي ايه؟ التكنولوجي از يوز تو بروتكت الكلاود سكيورتي. من الاخر دي تكنولوجي موجوده بنستخدمها عشان نقدر نبروتكت الكلاود اكسس سكيورتي. مش اي شخص يقدر ياكسس على الكلاود دي، وخصوصا لو هي برايفت. بنتكلم على السوفت وير ديفايند بارامترز. يعني ايه؟ الكباستي از ديزاين تو ريسولف بروبلمز اوف فليكسبل ريسورسز اكسس مانجمنت. ايه الفكره؟ عالم الكلاود فيه ميزه ما كانتش موجوده عندي زمان. انا مشكلتي مع اي سوفت وير ان هو بيحتاج ريسورسز كتير كفيزيكال ديفايسز. فلما جت الكلاود حلت لي المشكله دي. تمام؟ ليه؟ انا ولا بشيل هم اجهزه ولا صيانتها ولا تبريدها ولا كهربتها. انا بدفع فلوس كلاود وبستخدمها وخلاص. الكونتينر سكيورتي اللي هي التراديشنال سكيورتي از اورينتد تو ذا هوست اند بروفايد فور ايتش هوست. عندي كان برضو عندي مشكله زمان ان انا كان لازم اامن الاجهزه نفسها وامن الداتا نفسها، لكن دلوقتي في عصر الكلاود العمده على الكلاود نفسها. انا باجي اشتري عندكم سيرفيس بالسكيورتي بتاعها، لو حصل مشكله في الداتا بتاعتي هرجع عليكم انتوا. بس كده. بنتكلم على الديفلوبمنت بقى، الفيوتشر ديفلوبمنت، ان انا مبدئيا اخلي السكيورتي از سيرفيس، تبقى سيرفيس جريد ممكن تقدم للناس. الاند بوينت ديتكشن انكريزنج امبورتنت، لازم ازود قدرات الانتي فايروسز وخلافها. الترافيك كنترول، لازم اتحكم في الاي بي ادرس الموجوده للابلكيشنز. واخيرا السوفت وير ديفايند سكيورتي بروتكشن سوليوشنز، يكون عندي سوليوشنز لمشاكل السوفت ويرز والفنربيلتيز تكون موجوده، فبالتبعيه ما يبقاش عندي زيرو دي اتاك وما بقاش في حاله ريسك او في حاله خطر. ناخد واحده واحده منهم وبنتكلم على السكيورتي از ا سيرفيس. عايز اخلي السكيورتي كده زي الكلاود. حلو. الموضوع يبقى سوليوشن نوت كونسيستنت، يعني سوليوشن مش معتمد على اي جهاز. لا، ده حضرتك الموضوع يبقى جنراليزد، اقدر ان انا اتعامل معاه واريح دماغي خالص. إيه ما بقاش بقى ايه محتاج ان انا سكيور جهاز جهاز او حاجه زي كده. لا، بيبقى عامل زي الكلاود سيرفس اقدر اشتريها. تاني حاجه الاند بوينت ديتكشن انكريزنج امبورتنس، لازم ان انا ازود قدرات الانتي فايروسز والاند بوينتس عندي، لان زي ما انا بزود قدراتهم زي ما الهاكر برضه بيزود قدراته وبيحاول يشوف دايما ثغرات جديده ونقط ضعف جديده استغلها. يقول حضرتك ان الانتربرايزز سوفت ويرز الخاصه بالانتي فايروسز خصوصا في الشركات الكبيره بتبقى حاجه كويسه جدا، ولكن مكلفه برضه، خلي بالك جدا. ولازم بيحصل حاجه كده ديلي تشيك على السكيورتي وانوملي تشيك على الفنربيلتيز. وعشان كده خلي بالك ان بيحصل كونتراكتس عملاقه بمبالغ عشان يتسطب انتي فيروسز معينه في شركات عملاقه، يعني مثلا زي سامسونج مثلا بتعمل كونتراكت مع الفندر وبيبقى بمبلغ، لان الكلام ده مكلف جدا عشان يتنفذ. الترافيك كنترول، اتحكم في النتورك، اتحكم في الاي بيات وفي البورتات وفي البروتوكولات. صح. ايه اقدر اتحكم في ايه اللي بيدور في النتورك، ايه افصل الريلات عن بعضها واقدر اخد كنترول على مين بياخد اي بي ادرس. يبقى العمليه دي مور ايزي مور سامبل. وختاما السوفت وير ديفايند سكيورتي سوليوشن. طبعا طالما احنا هنختم المحاضره دي يبقى لازم نتكلم عن هواوي شويه. نتكلم عن هواوي سوفت وير ديفايند سكيورتي الخاص بيها، وده نظام هواوي عملته يقدر يسكيور السوفت ويرز ويقدر يسكيور الديلي موفمنت بتاعها. هو هواوي ما ذكرتش عنه كتير، ولكن هي ذكرت ان هو بيشتغل على 3 مراحل.
ان انالايزنج للداتا، الكنترولنج ليها، والانفورسنج للفيتشرز تقدر تسكيور السوفت ويرز عندها. لكن هي ما ذكرتش اكتر من الكلام المكتوب ده عن السيستم بتاعها، وهي غالبا يعني لما هو ما بتذكرش حاجات كتير عن البوينت دي، يعني اعرف دايما ان ده هتلاقيه في الليفل التاني والتالت من الكورس. خلي بالكم ان احنا قبل كده اتناقشنا ان هواوي عندها السيستم ماشي كالاتي: اتش سي اي اي، ده اول ليفل احنا بناخده، بعد كده حاجه اسمها اتش سي اي بي بروفيشنال، بعد كده اتش سي اي اي اكسبرت. بعرف ان دائما السوفت ويرز المهمه هي ما بتتكلمش عنها في اتش سي اي اي، يعني في اتش سي اي بي. طبعا الاكسبرت في حته ثانيه خالص. تمام، ده بالنسبه للمحاضره الرابعه. هي مش طويله لكن مهم. اوكي، وفيها تفاصيل كتير شويه. بالنسبه للمحاضره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم فيها عن الاوبريتنج سيستم، بس بالتفصيل شويه. هنتكلم على سواء ويندوز، ماك، لينكس وخلافه. طبعا فيل فري لاي اسئله على الاكونت او في البانل ديسكشن لما نتلاقى. ده بالنسبه للمحاضره الرابعه. اشوف ان شاء الله واشوفكم على خير، والسلام عليكم.